من جانبه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان استمرار تحقيق اهداف برنامج التوازن المالي وفق الخطط المعتمده يعكس نجاح النهج الحكومي في تبني المبادرات الفاعله والبرامج المبتكره بفضل الدعم الملكي والتوجيهات الساميه من جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأثنى رئيس مجلس الشورى على العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمساعي المخلصة من أجل زيادة الإيرادات الحكومية، مشيدًا معاليه بما أعلنه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بشان نتائج الإقفال نصف السنوي حتى نهاية يونيو 2022، والتي أظهرت زيادة الإيرادات الفعلية الذي أسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية للسندات الدولية للدين العام. منوها بالمساعي المثمره التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اجل تعزيز افضل الممارسات الحكوميه في المؤسسات والجهات المختلفه، كما اشاد معالي بالخطوات الايجابيه التي اتخذتها الجهات المعنيه واسهمت في خفض نسبه البطاله، مشيرا الى ان السلطه التشريعيه تحرص على تعميق مبادئ واسس التعاون والتنسيق المشترك مع السلطه التنفيذيه ودعم العمل الوطني المشترك لتعزيز منظومه التشريعات والقوانين الوطنيه